بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا متابعينا الأعزاء، معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، مطلق ومطور مشروع الأكتف سي دي. في الفيديو إن شاء الله راح نتناول الإصدار الخامس من مناهج السمارت كلاس الصف الخامس الابتدائي. طبعا هذا هو الإصدار الخامس النهائي والأخير من الأكتف سي دي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هالعمل خلال هالفترة الماضية وفي طرحه. أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني أنا حسب ما أرى ويعني بعرف البسيط، أنه أنا يعني وصلت للهدف اللي كنت أسعى إليه من بداية المشروع لحد اليوم، اللي هو أنه أوفر لك حقيبة وباكج كامل يخدمك كمعلم أو معلمة للغة. أوفر لك جميع ما تحتاجه في عمل ينقل ويحمل بسهولة، تشغيله على أي جهاز بطريقة سهلة. وفرت لك برامج ووضعت لك شرحات وطريقة التشغيل. إن شاء الله ستجد داخل العمل ما سيكفيك إن شاء الله، أو يغنيك عن البحث خارج العمل، إلا أن كنت تريد يعني extra activities أو more، يعني إذا كنت تريد الاستزادة فلا ضير من ذلك. ولكن إن شاء الله العمل بيكون كافي ووافي بما هو موجود فيه. احنا نطلع إن شاء الله على الإصدار بشكل كامل، أقول لك لجميع المحتويات وتشوف إن شاء الله المحتوى. فخلونا نقول بسم الله ونبدأ. طبعا هنا الإرشادات، طبعا هذه شروحات، وهنا مثلا لو برنامج الحماية حذف لك الملف اللي تشغله انت تركت فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو شغال. كثير من الاخوان والاخوات يشتكون من مسألة، فهنا اللي هو الرن اكتف اللي يطبق الشرح اللي هنا على الملف هذا. البرامج الضرورية، يعني بعض الناس تظهر عندهم هذه كرموز، معناها انه الواجهة عندهم ليست عربية إنما هي واجهة إنجليزية. واجهة الويندوز عندك أو اللغة الأساسية للويندوز هي لغة إنجليزية، حتى لو عربت فبتظهر لك على شكل تعجبات أو كلام ملخبط. هذا مايكروسوفت أوفيس 2010، يعني نسخة ستيبل ثابتة ولا فيها مشاكل، أفضل من الويندوز الإصدارات القديمة 2003 2007. يعني صراحة استخدمه من سنوات، يدعم جميع الصيغ وجميع الأنصاق، يشغل الأعمال بشكل جيد وجميل. يعني أنا أشتغل على هالإصدار. طبعا الإصدارات الجديدة من 2010 وطالع تشتغل عليها عروضي، هتشتغل عليها ملفاتي بكل سهولة. طبعا هنا الكراك الأوفيس وهذه طريقة استخدامه. هنا الفوكس تريدر اللي هو قارئ ملفات البي دي اف، قارئ بسيط وخفيف على الجهاز. هنا مشغلة الصوتيات. هنا طبعا الواجهة سيت الانجليش، طبعا اعتقد انه الغي، ولكن انا تركته من اراد ان يرجع اليه، او يعني هذا الشيء رجع لك تبغى ترجع له، اللي هو المنهج القديم اللي اعتقد انه ما عاد هو موجود الان نهائيا. في عندنا الاكتف سي دي اكسترا، اضافات الورك شيتس، الجيمز اكتيفيتي جيمز، في الانمي اكتيف جيمز، يعني نمبرز، بروناونس، واوا. هنا سبيشال اكتيف سي دي اللي هي كراسة الكتابة، اللي من اراد كراسة الكتابة مشروع دي من سنوات انا طارحه، جميل جدا. يعني بامكانك تستفيد. هنا ملخص اذا اردت انه يعني تهدي الى احد ملخص يستفيد منه في مجال تعلم اللغة. هنا قاموس لونج مان ديكشنري، يعني ممتاز جدا في البرونونس، يعني وزي ما تبغى انجلش او يو كي او يو اس اي. اولبورغ، يعني اللي تبغاه حتلاقيه. قول له جو. Apple.
من الكامبريدج ديكشنري. من الكامبريدج ديكشنري اذا ركبته لاول مره حتظهر لك هالشاشه، بعد كذا هو حيشتغل بشكل تلقائي على جهازك، لانه لازم ينزل فايلات خاصه به. هذا هو الكامبريدج ديكشنري، نفس الطريقة طبعا بإمكانك تبحث عن الكلمة هنا بالسيرش. Aunt. Aunt. طبعا هذا كامبريدج ديكشنري. طبعا عندنا ريتشموند بيكشر ديكشنري اللي هو قاموس ريتشموند الخاص بالصور، طبعا هو الان حيشتغل. يعني من هنا تقدر طبعا هنا ايش تبغى، مثلا تبغى مثلا سكول، تبغى ذا بادي، تبغى فاميلي، كلوثز، ذا هاوس، مثلا الهاوس، طبعا اوتسايد، ليفينج روم، بيدروم، باثروم، كيتشن 1، ذا كيتشن 2. فنروح ذا كيتشن 2. تشيرين، ديش واشر، توستر، مايكروويف اوفن، utensils, cupboard, serving dish, jug, sugar bowl, cup, teapot, bread basket. To peel, to whisk, to peel, to wash up. فالخروج من القاموس بزر الحروب اللي هو اسك. طبعا هنا اكزت حترجع للقائمه الرئيسيه. طبعا هنا هذا تعليم الاصوات اللي هو لوز يوراكس 28 دايز، وهنا الليفنج جرامر تيست. طبعا هنا في عندك توزيع المنهج، هذا هو توزيع، يعني تقدر تعدل براحتك. هنا تقدر كمان تعدل المنهج اللي انت تبغاه. طبعا هذا التوزيع توزيع بالوحدات وليس دائما توزيع بالدروس. تقدر تعدل فيه اللي تبغاه. عندنا ترجمة المهارات، هذه المهارات للصف الخامس ابتدائي مترجمة باللغة العربية، مفيدة مثلا تضعها في كتاب الطالب حتى يفهم الأهل الأشياء المطلوبة من الطالب، مثلا رقم المهارة، نوع المهارة، هل هي مهارة حد أدنى أو لا، في أي فترات يعني يكون متى تطبق المهارة، في أي فترة، الفترة الأولى والثانية الثالثة والرابعة، هل هي يعني تطبق في على مدار السنة كاملة، وهكذا. طبعا الآن حنستكشف نفس الإصدار اللي هو المنهج اللي هو سمارت كلاس 4. طبعا في عندنا ستودنت بوك كتاب الطالب، وعندنا فلاش كاردز على شكل ملف بي دي اف، وعندنا التيشر بوك كتاب المعلم، وعندنا الفلاش كاردز على شكل صور هنا، يعني اللي يبغى صورة صورة يطلع منها صورة معينة. عندنا سمارت وايت بورد تبع المنهج. طبعا هذا هو طبعا هنا تنتقل للورك بوك، وهنا ترجع للستودنت بوك. دائما اي شيء يكون على الرمز السي دي هنا، ويوجد فيه رمز البلاي، فمعناه هنا الدرس يحتوي على اوديو. فرو، فروغ، فروت، برنس، برنسس، بر بر بر. طبعا هنا موجود، وموجود نص مخفي، العلامة هذه تدل على وجود نص،
تظهر النص أو تخفيه. It's up to you. يعني هذا شيء رجع لك. Two. A friend. I'm a princess and I've got a friend. بالنسبة للورك بوك أي فراغ بيكون موجود بالنقر حيظهر عليه الحل. لو كان موجود الرمز الصوتي fruit هنا. Fruit هذا سر شرح سريع لل للانتركتف فويس بورد. كثير سألوني عنها فكنت خلينا اتناولها. نجي لجزئية البريبريشن ون اللي هو التحضير. الجزء الأول من التحضير أو التحضير الموجودة يوجد في العمل تقريبا 8 تحضير. التحضير الأول بالذكاءات المتعددة، والتحضير الثاني تحضير بطريقة التقييم الدروس، التحضير الثالث الوحدات المطور. هذه الوحدات المطور وهنا تحضير الوحدات على مشروع المالك عبد الله رحمه الله لتطوير التعليم العام. طبعا هنا نموذج التحضير ونموذج التطبيق على التحضير من منهج تشالنج 3 باللغة الإنجليزية واللغة العربية. هنا الأرض أيضا المجموعة الثانية من التحضير وحدات الاستراتيجيات. يوجد أيضا تحضير الدروس أو التحضير العرضي العادي. عندنا تحضير دروس بالاستراتيجيات هو يعني تسوي تك على الاستراتيجية والورم والماتيريال لانجويج جيم الأشياء يعني. وأخيرا عندنا التحضير الويب. هذا طلب مني صراحة كثير في الفترات السابقة، فقلت إنه يعني خليني أضعه إن شاء الله عشان تكون الفائدة عامة وشاملة. طبعا هنا الورك شيت اللي هي كل وحدة قدامها ورك شيت خاص فيها وديلي روتين خاص فيها. يعني في شيء داخل الفصل يستخدم بشكل يومي، وفي ورك شيت كهوم وورك يعني اذا تبغى كمان تسوي تعمله كمانر لتقييم المهارة. يعني شيء رجع لك. عندنا الاكتف سي دي ديستنت سكيل. طبعا فيه حيكون هنا موجود بدل الايقونة حيكون هنا سجل التقويم اللي انا عامله. طبعا هنا المهارات، هذه مهارات القراءة، وهنا مهارات الكتابة، وهنا مهارات الاستماع. طبعا هالعمل مهارات الاستماع بالنسبة لها حتلاقي التركات او الاوديو الخاص فيها موجود تحت بالاسفل. ايش الهدف من وضع هالاختبارات او الهدف من وضع الاختبارات؟ هو تقييد المعايير لتقويم الطالب. حتى بكرة لا يجي أحد يسألك يقول لك يعني أعطيني إثبات أو كيف قيمت الطالب، ما هي طريقة التقييم. فأنت يكون عندك إثبات أو تجويد لعملك بإثبات. إذا أردت أن يكون الإثبات ورقي فهو موجود، هذه المهارات موجودة عندك. طبعا هالعمل هو عمل يعني ما أدري، هي فكرة طرأت لي وقلت خليني أنفذها عسى إن شاء الله أن تكون مريحة ومفيدة لكم. يعني كحاجة يعني بعد النظام الجديد في التقييم، ولازم تطبق التقييم على المهارات أحيانا بشكل كتابي. ما ينفع في المهارات الكتابية أو صراحة إلا رايتنج تيست. ان شاء الله انه اكون وفقت في هالاختيار. بعدين عندنا الام ببليكيشن تيست، اختبارات الشركه. هذا التيست وقدام في الاورال تيست 1. طبعا اخر شيء عندنا الاوديو تراكس اللي هو الاوديو سي دي اس تي اللي هو ستودنت بوك اوديو، وهنا السي دي 1 اللي هو تيتشر بوك سي دي 1 وتيتشر بوك سي دي 2. هذا الان اعتقد انه اسمه سي دي 3 او حاجه زي كذا، ما اختلف شيء، نفس المحتوى نفس هذا هو الاصدار الخامس والاخير من مناهج من الاكتف سي دي لمنهج سمارت كلاس 4 للصف الخامس الابتدائي. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في ما طرحت، وان اكون
يعني وصلت لما أريد، وإن شاء الله أن يكون العمل مريح لكم ويعينكم على أداء هالأمانة وهالرسالة. دائما وأبدا لا تنسوني من صالح دعاكم. كان معاكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، وأراكم إن شاء الله في شرحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.